البند سبعة المتطلبات البروسيس ومتطلبات العملية، وده طبعا الجزء التكنيكال اللي موجود في مواصفة الايزو 17020. أول حاجة بنتكلم على طرق الفحص والإجراءات. من المهم جدا والمطلوب من المواصفة إن لازم يكون في طرق تفتيش واضحة ومطابقة للمتطلبات، ولو مفيش طرق تفتيش لتفتيش معين أو لفحص معين لازم الانسبكشن بادي يعمل طريقة التفتيش الخاصة بيه، ولازم طرق التفتيش دي تكون دوكيومنتد، يعني مكتوبة في صورة تعليمات أو في صورة إجراءات، وتكون متضمنة طبعا التخطيط للتفتيش والعينات وتكنيك التفتيش اللي هيتم. وكمان لازم الانسبكشن بادي يكون فاهم جدا ويكون شغال على الجزئية الخاصة بالاستاتستيكال ميثودز لسحب العينات، عشان يتأكد دايما ان العينة ديت ريبريزنت الباتشة اللي هيعمل عليها تفتيش. ولو في اي طريقة تفتيش جديدة طبعا لازم تبقى مكتوبة. ومن الحاجات المهمة برضو ان لازم يكون في امر شغل او عقد مكتوب يكون جواه كل الخدمات متوضحة، ولو في اي سبيشال كيس او اي سبيشال كونديشن تكون معروفة ومفهومة ومتوضحة. ولازم أمر الشغل ده طبعا، أو لازم الشغل دايما يتراجع، ولو في أي corrective actions طبعا لازم تتاخد. المفتش طبعا من الحاجات اللي المفروض يعملها طبعا إن هو يدون أي ملاحظات، وإن هو لو في أي calculations لازم تتراجع. بعد كده بنيجي على الهاندلنج انسبكشنز ايتمز اند سامبلز، يعني التداول الخاص بالعينات او الايتمز اللي هيتم عليها او هيتم فحصها. لازم نتاكد ان العينات ديت ايدنتيفايد متعرفه عشان نمنع اي كونفيوجن يحصل وقت الانسبكشن. لازم نتاكد ان العينات ديت جاهزه، اي حاله غير طبيعيه في العينه لازم تتدون، ولو في اي شك ان العينه مش مناسبه او مش مطابقه للمعايير لازم المفتش يبلغ العميل قبل ما يبدا فحص. كمان من الحاجات المهمه ان لازم يكتب برضو اجراء عشان نتعامل مع الايتمز والسامبلز عشان نحفظه. بعد كده بنتكلم عن الانسبكشن ريكورد، وكل بيتكلم البند ده عن ان كل السجلات الخاصه بعمليه التفتيش طبعا لازم يتم الاحتفاظ بيها طبقا للبند 8.4 هنجيله بعد شويه. بالنسبه ل 7.4 انسبكشن ريبورتس اند انسبكشن سيرتيفيكتس، تقرير الفحص وشهادات الفحص، لازم تقرير الفحص يتعمل طبعا ويكون جواه بعض الريكويرمنت مواصفة الايزو 17020 طلبها، زي اللي احنا بنكتب تعريف لجهة الاصدار مين اللي اصدر الريبورت ده. الريبورت ده لازم يبقى له يونيك كود او يونيك نمبر متضمن جواه، وطبعا متضمن جواه تاريخ اصدار الريبورت، وكمان يبقى متضمن جواه تاريخ اصدار الفحص، يتضمن جواه العينات اللي تم فحصها، يبقى جواه امضاءات او ما يفيد الموافقه على الريبورت ده طبعا، والنتائج دي من شخص مسؤول طبعا. كل النتائج تتكتب جوه الريبورت ده. ولو هنصدر شهادة من غير نتائج، يعني في بعض الشهادات بتفيد مثلا ان المنتج ده اكسبتد ما بيبقاش جواه نتائج، فلازم يبقى فيه تقرير ملحق بيه والاتنين تراسبل لبعض، والتقرير ده طبعا لازم يكون جواه كل النتائج الفحص. وطبعا لو في تعديل بعد الاصدار، بعد ما اصدرنا الريبورت ده لازم نوضح ايه التعديل اللي تم. برضو نخش بعد كده على البند 7.5 الكومبلين والابيلز. طبعا في حالة ان في حصلت مشكلة او طعن في النتيجة اللي ظهرت لازم طبعا يكون فيها اجراء ازاي احنا هنتعامل مع الكومبلين ده او مع الابيل ديت، ولازم الشخص اللي حصل ضده الابيل او حصل ضده الكومبلين يبقى بره لجنة الفحص السبب
لازم طبعا نطلع الروت كوز الخاص بالمشكله السبب الجذري، ولازم نطلع كوركشن اكشن عشان نرضي العميل بتاعنا بسرعه، او عشان نصلح المشكله بسرعه، والكوركتيف اكشن عشان نضمن ان المشكله دي مش هتتكرر مره تانية. نيجي بعد كده للبند رقم 8. البند رقم 8 ده مانجمنت سيستم، وده مدينا تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان احنا ما عندناش شهادة ايزو 9001، فاحنا بنبقى نعمل بعض الدوكومنتس او بعض البروسيسز اللي المفروض تكون موجودة الخاصة بالمانجمنت سيستم، والبروسيس ديت اللي هي الدوكيومنتيشن للمانجمنت سيستم، كنترول اوف دوكيومنتس، كنترول اوف ريكوردز، مانجمنت ريفيو، انترنال اوديت، كوركشن، وبريفنتيف اكشن. اما في حاله اللي انا مطبق 9001، فانا ممكن استعين بالدوكيومنتس الخاصه بالايزو 9001. ده الاوبشن. خلينا نتكلم على المانجمنت سيستم دوكيومنتيشن. طبعا المفروض يكون في الدوكيومنتيشن اللي مطلوبه من مواصفه الايزو 17020 لسنه 2012، وفي بعض البنود المواصفه قالت صريحه انا عايزه دوكيومنتد بروسيجر في البند ده، زي مثلا البند 7.2 اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هو هاندلنج انسبكشن ايتمز اند سامبلز فور اكزامبل. طبعا ان البند ده المواصفه طالبه بكل صراحه ان يكون في دوكيومنتد بروسيجر، ف دي من الحاجات اللي احنا بنخليها دوكيومنتد. كمان الجزء الثاني مثلا لو في الشركه طالبه بعض الدوكيومنتس الخاصه بيها، طبعا لازم ان احنا نعمل لها دوكيومنتيشن ونحطها في الدوكيومنتيشن سيستم الخاصه بيها. البند 8.3 طبعا بعد ما عملنا الدوكيومنتيشن، هو البند 8.4 لازم نعمل عليهم كنترول عشان اتاكد دايما ان اخر اصدار شغال. طبعا من ضمن الكنترولز اللي ممكن تتعمل اللي انا بحط لكل اجراء كود خاص بيه، اللي انا بخلي كل اجراء يتكتب من البروسيس اونر لازم يتراجع ويتاخد عليه ابروف قبل ما يتم اصداره، ولو في حالة ان هو اصدر وحصل تعديل عليه بنمشي على البروسيس تاني برضو لازم يتراجع مرة تانية ولازم يتاخد عليه ابروف مرة تانية. كمان لازم رقم الاصدار وتاريخ الاصدار يتكتبوا عليه عشان خاطر نبقى ضامنين دايما ان اخر فيرجن من الدوكمنت ده شغال. الكنترول اوف ريكوردز لازم الاحتفاظ بالسجلات، السجلات لازم يكون سهل الوصول ليها، لازم تكون متعرفة مكانها فين. السجلات ديت لازم يتم حفظها لمدة معينة، طبعا بتتحدد نتيجة لأهمية السجل والـ requirement الخاصة بالشركة نفسها. وكمان لازم يكون في طريقة للتخلص من السجلات، ولازم يكون متعرف مين المسؤول عن حفظ السجلات دي. بعد كده مانجمنت ريفيو. مانجمنت ريفيو هي عبارة عن مراجعة من التوب مانجمنت او من الإدارة العليا عن طريق أجندة معينة. الأجندة دي فيها بعض الانبوتس زي حالات عدم المطابقة اللي موجودة والكوركتيف اكشنز بتاعها، زي النتائج اللي طالعة من الانترنال والاكسترنال اوديت، زي الفيدباك اللي جاي لنا من الكاستمر، زي الايفالويشن اللي تم من الـ او اللي تم على السبلايرز بتاعنا، وهكذا. في بعض الانبوتس المطلوب اللي احنا نناقشها وقت المانجمنت ريفيو. والمفروض المانجمنت ريفيو ده يبقى بعد ما بخلص مانجمنت ريفيو، المفروض اللي انا بطلع منه ب اوتبوت معين، واللي هو بيكون متضمن قرارات عشان نحسن المانجمنت سيستم، موارد مطلوبة فناخد لها قرارات اللي احنا محتاجين بعض الموارد الخاصة بالشركة عندنا، وكمان فرص تحسين عشان نحسن من المانجمنت سيستم بتاعنا. ننتقل بعد كده للانترنال اوديت 8.6. الانترنال اوديت دي مراجعة داخلية، المراجعة الداخلية ديت بنتأكد دايما ان احنا متطابقين مع مواصفة الايزو 17020 لسنة 2012، وكمان اي طلبات تانية او اي requirement تانية خاصة بعملاء، خاصة بالشركة، خاصة بالجهات الحكومية، لازم نتأكد دايما ان احنا مطبقينها. لازم الانترنال اوديت ده يتعمل على بنسميها frequency intervals، على فترات
محددة ومعروفة. وكمان الانترنال اوديت من النقط المهمة جدا، ان لازم الاوديتورز يبقوا كواليفايد، عارفين مواصفة الايزو والمتطلبات بتاعتها، وكمان عارفين المبادئ الخاصة بالاوديتنج. كمان من ضمن الحاجات المهمة جدا ان ما ينفعش اوديتور يراجع الديبارتمنت بتاعه او يراجع الشغل بتاعه عشان نضمن الحيادية. فدي من النقط المهمة جدا في والمطلوبة من مواصفة الايزو. اخر بندين الكوركتيف والاكشنز والبريفنتيف اكشنز، هو الاثنين بنتكلم فيهم ان بنمنع الروك كوز الخاص بمشكلة معينة. بس الكوركتيف اكشن بتيجي نتيجة ان في مشكلة معينة حصلت قدامنا، فالمشكلة ديت ببدأ اشوف ايه المشكلة، ايه سبب المشكلة، ايه الركوز الخاص بالمشكلة ديت، والكوركتيف اكشن اللي يخلينا اعالج سبب المشكلة ويخلي المشكلة ما تتكررش. اما البريفنتيف اكشن فهو اكشن احنا بناخده نتيجة توقعات معينة ان في مشكلة ممكن تحصل، ترندز معينة، اي حاجة ممكن تدينا مؤشر ان في مشكلة ممكن تحصل في المستقبل، فبالتالي احنا بنشوف ايه الروك كوز بتاعها، ايه السبب بتاعها اللي ممكن يؤدي الى المشكلة ديت، وبنبدأ ناخد عليه اكشنز بحيث ان احنا نضمن ان الاكشن ان المشكلة ديت مش هتحصل في المستقبل.